فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كتب أحدهم مقالا في إحدى الصحف قبل أيام بعنوان نظرات توحيدية، وذكر أنه لا بد للإنسان أن ينظر ثم يعرف بأسلوب الأشاعرة، وذكر أن الناس من عهد آدم إلى نوح أنهم مؤمنون بأن الله هو الخالق، يقول: فهل ما ذكره عليه غبار؟ أي عليه غبار كثير بعد عجاج. الناس من عهد نوح، من عهد آدم إلى عهد نوح، على الإيمان، على التوحيد، على دين أبيهم آدم عليه السلام، ما هو بتوحيد الربوبية فقط، على الإيمان وتوحيد الألوهية، وليس توحيد، من قال أنهم على توحيد الربوبية فقط؟ من قال هذا؟ ما حدث الشرك إلا في قوم نوح، وأما قبل فهم على التوحيد. هذه ناحية. الناحية الثانية إيش؟ يقول: ذكر أنه لا بد للإنسان أن ينظر ثم يعرف. لا، نعم، ينظر في الأدلة يعني ويتعلم، نعم، أما إن كان القصد أو العلماء الكلام أن الإنسان ينظر قبل أن يعتقد، هذا باطل. الإنسان مفطور على معرفة الله ومعرفة الحق، وكل مولود يولد على الفطرة، ولذلك الصبي إذا بلغ سن التمييز يؤمر بالصلاة، لأنه على الفطرة، ولا يقال له إذا بلغ اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد، لأنه مسلم من الأصل. فاللي يقولون لازم ينظر ثم يعتقد، هذا باطل، لأن الناس على الفطرة إلا من تغيرت فطرته، هذا قول علماء الكلام. نعم، لأنه يقولون أول ما يجب على العبد النظر ثم الاعتقاد، والشرع يقول أول ما يجب على العبد أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لأنه عنده معرفة من قبل الفطرة. نعم.